شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي ما بيغرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي ما بيغرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي لشو اتعذب يا عمري ضيع معك عمري أحسن إنك أضل مكذب على حالي لشو اتعذب يا عمري ضيع عندك عمري احلم انك اضل كذب على حالي خليك بحالك خليني بحالي قلتلك احسن كرمالك يمكن لو تبعد اشتقلك لو عني غرامك صور لي الغالي بالبالك خليك بحالك خليني حالي قلتلك أحسن كرمالك يمكن لو تبعد اشتقلك لوعني غرامك صورني الغالي بيربالك بيربالك رخصت الغالي صدق بنطر عيابك لحظة أبوابي والبنت اللي قالت لك مرة حبك كذابي لا تصدق بنطر عيابك لحظة أبوابي والبنت اللي قالت لك مرة حبك كذابي أنا ما اشتقت لك بالمرة ولا كرمالك مرة عمري بتمرة وبحكي لاصحابي انا ما اشتقت لك بالمرة ولا كرمالك مرة عمري بتمرة وبحكي لاصحابي خليك بحالك خليني بحالي قلتلك احسن كرمالك يمكن لو تبعد اشتقلك لوعني غرامك صور للغالي بالبالك خليك بحالك خليني بحالي قلتلك أحسن كرمالك يمكن لو تبعد اشتقلك لوعني غرامك صور للغالي بالبالك بالبالك رخصت الغالي وصار رجل المفاجآت طارق لنشوف اليوم شو شجعوا طارق الإنساني والمنتخب اللبناني هلا المنتخب اللبناني ثبتت معك بس جعيت له انه ان شاء الله خير لا بعتقد هالمره المنتخب اللبناني يس نو نو يس واصل بس انت كثير صاير رومانسي وجايب ورود ورود يعني بس انا كنت متوقع اليوم رح يطلع لي بشي زي هيك يفاجئني فيه على المسرح بس مرقت سليمه يعني القصه لا مشان قيمتك الا شيء يعني ست غرور في كمان لك بس هيك شغله بدي اقولها بس لك انت انا والحرب مستمره بس انا مش محضره شيء بصراحه اوف 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 بنت سماحه بالاحساس فناني شموليه
بنت سماحة بالإحساس فناني شمولية فنا كسبت كل الناس وكسبت فيها الغنية فنا كسبت كل الناس وكسبت فيها الغنية ميرسي الله شي حبيبتي ميرسي كلك جو بس في بس قول شغلة مشي المنتخب اللبناني بس أكيد زافر المنتخب اللبناني زافر المنتخب اللبناني اوف 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 لاعبي وفن وفوتبول تحت الارز العلياني صار فينا نهيس ونقول هالمنتخب لبناني وصار فينا نهيس ونقول هالمنتخب لبناني وصار فينا نهيس ونقول هالمنتخب لبناني ميرسي كتير صار اخذنا وقتك معلش لا ابدا استاذ روميو حابين نسمع رايك تمين اهلا وسهلا كروي اهلا وسهلا فيك حبيبي مصور حبيبي كيفك منيح اليوم؟ اليوم احسن منيح عظيم غنية صعبة مبينة هينة بس صعبة كثير واحد اثنين كنت شوي ملقلة ما بعرف ليه ملقلة ما بين الجواب ولا في قرار وفيها جواب شوي يعني. ايه في شوي كان في ملقلة شوي بس جربت انت تعمل الماكسيموم بس غنية صعبة و كنت بفضل تغني يمكن شيء بترتاح فيه اكثر بس على كل حال نحن بهمنا انه الواحد يغني شيء صعب بقى متاسف اليوم نو حبيب قلبي ما بيأثر استاذ عادي عادي نوم الاستاذ روميو اسامه مساء الخير طارق مساء الخير اسامه مساء الخير طارق كيف اسامه الجمهور عم بيمارس ضغط عليك ما حدا بيمارس ضغط علي معروف عني هالشغله اول شيء بدي اطلب منك كنت بتمنى حلو اللبس وبقدر كثير خصوصا اني محب كثير للفوتبول بس كنت بتمنى انه بهيك تابلو مع كارول بتكون بركي جاكيت بركي يعني ما يطلع انه لا هي تيشيرت مع المنتخب الاصليه عرفت قصدي بس انه كان بعدين ممكن احسن تبين لانه حلو هي لبسه انت حدا لبس شوي غريب شوي اليوم بعدين اليوم حس انه كارول زلتكم زلت الشباب اليوم حسيت كارول هي اللي شايله انتو لا انا بحب انزل من البنات ما عندي مشكله ابدا لا يعني صارت هي دايرتكم اليوم انت وكارلوس منيح لي اجى حدا يربيكم لا هيدا خجل يمكن اسامه مش اكثر من هيك منيح لي منيح لي اجى حدا يربيكم هلا عم بحكي عنه انا انه واحد بده يكون على المسرح بده يعرف شو قيمة المسرح بده يعرف قديش عنده قدرة وقديش ما قدر وقديش تحمل قديش ضغط وتصور مرقت فيهم كلهم كارول لحتى صارت هيك بس بدي اقول هلا على الغنية الغنية شوي كنت اخذها بشكل كتير ناعم يعني كانت هي عم تغني يعني عندها طاقة كان اكتر انت كتير نعمتها للغنية مش طبقة الغنية بعرف بس بدها شوية بروجيكسيون اكتر بدها عرض صوت اكتر يعني واحد يخرج صوته هيدا الموجود هيدا الصوت الموجود ما في يعطيه اكتر اكتر من هيك ما في يعطيه شو بدك اعطيني بعدين بس بدي اقول شغلة مثل ما قلت بالنسبة ل كارلوس بالنسبة لماجي بس بدي اقول كلمة حق لطارق بغض النظر الريدات او اشياء تانية انه انا بالنسبة لي طارق بالبرنامج بالخط التصاعدي تبعه انا بالنسبة لي هو كان اكتر واحد طالع يعني صحيح انه اهم شغلة عارف حاله بتصور كارول بتقلك شو يعني عارف حاله الواحد على المسرح يعني بيعرف يطلع من حاله انه ما همه صوته جاي لحتى يشارك بعمل خيري وانبسطنا انه عمل شغلات وكل يوم كان عم يجدد اشياء معي يعني الغير او البقية كلهم خليني ما بستثني حدا كانوا مصبرين اكتر كانوا مجمدين بحالهم كانوا مش طالعين من حالهم كانوا همهم عينهم لشغلة تانية وانا هون بدي اعطي حق لطارق انه فعلا طارق هو هديك الحلقة انا بالنسبة لي كان هو اكتر واحد عامل اشياء جديدة ومنوعة بالشخصية وعارف شو حدود صوته وما همه مش ضارب عينه على الصوت لهيك انا بشوف انه بالعشر حلقات طارق كان كتير منيح وطالع بستثني دايما قصة انه المغنى هلا ومع انه اختصاصي وموت على شيء اسمه مغنى بس هاي الشغلة الواحد لازم يعطيه حق فيها هون لازم تزقفوا له بليز ميرسي ميرسي اسامة ومع هالمقدمة بياخد يس ما هيك اسامة لا على الغنية رح ياخد نو عادي بتحضروا للنو عم حضر لا مش عم حضروا عم حضر لهالغنية ايه
بس نومن اسامه صعبين يا طارق. خلينا نشوف استاذ عبد الله شو عنده. بس برجع بقول انه انا بالنسبه لي طارق كان اكثر واحد طالع. استاذ عبد الله، انا اقول ان فساتين كارول دائما تقول يا ايها الناس، اي يلي في الشوارع يلي في البيوت شوفوني انا حاضنة كارول سماحة، دائما فساتين تخبر عني حبيبي. ميرسي. دائما رائعة يا كارول، مثل ما قال استاذ طارق انك في شاملة في كل شيء، اداء على المسرح وشكل، عشان شي حتى تخربين للباجين حتى لو كان مجهودهم جيد تخربين انت كل شيء. حفظك الله. عموما شكرا. وننتقل للطاووس وننتقل عقب حق طارق. طارق الحقيقة يعني اليوم انت قلت عبارة ان هذا حجم صوتي وما عندي اكثر، فهذا اعتراف مني بان صوته هاي موهبة من الله. ولكن طارق كان طول هذه الفترة هو فاكهة الدويتو كله، وهو يعمل الزجل ويعمل الافكار الجهنمية، ومثل ما قال سيد اسامة كل يوم بتقلية جديدة، فاضفى جو جميل مهضوم على البرنامج. فعلشان كذي كل يوم يجيب افكار جميلة. اليوم يا فكرة المنتخب، وانا احب المنتخب واهنيكم على الانجاز اللي عمل لمنتخبكم امس. زافي صحيح. فعلشان كذي هذا صوت طارق، الإمكانية اللي عندك، لكن عنده إبداعات ثانية في الألحان، هو مبدع في الأفكار الجهنمية اللي كان يجيبها، مبدع ويشارك مع كبار الفنانين. فيا طارق عشان كذي ولكل هذا ولروحك المرحة وللزجل اللي قلتي حقي ياس وياس من الأستاذ عبد الله. يعني أنا بدي أقول شغلة صغيرة هلا، بس صغيرة طارق، صغيرة بس وحدة، بس الريدي وحدة لأسامة، بس أنا بدي ألعب وحدة اليوم، تلعبها معي وحدة بوحدة؟ ما بعرف أنا العرب. بلش لا كمان وحدة بوحدة أنا بلش. قولوا لنا شيء للمتعتين. ما تسارتي مين قالك ما عنديش 20؟ أوف أوف أوف. يا أسامة تعبت كتير، الله يعطيك العافية. يا أسامة تعبت كتير، الله يعطيك العافية. رح تبقى عندي أسير مكلبش بالأوافي، رح تبقى عندي أسير ومكلبش بالأوافي. نسمع. يا أبو جودي مالك حيل علي تلحق بالألحان، يا أبو جودي مالك حيل علي تلحق بالألحان، عايدي بتربى الخيل أنا سيد الفرسان. عايدي داير تطلب من الناس يعملوا لك الرادي، شغلي بدها فكر وراس مش ترجاي وش حادي. شكرا لي بس لحظة انا خلصت. اوكي لحد تكرف مجال الرد بالمقطع الثاني. بدي كرمال كارول اعمل له غنية لطارق صغيرة، هي لها لكارول اشتغلناها سوا. اوكي يلا. انت وياه ضدي؟ لا انا انا وياك اشتغلناها من زمان. اوكي. بس أبيع الأخيرة ديو المشاهير، طارق حاسس حاله خايف خايف ما يطير. بس أبيع الأخيرة ديو المشاهير، طارق حاسس حاله خايف خايف ما يطير. عم يتمنى بهالحلقة والعالم محتارة، ما جيت فل كارلوس يحل هو يكون الصدارة. انت مين؟ انا ما بسأل صوتك مش خرجوة الحين، شو مفتكر حالك رابح تخمين؟ بعرف انك طارق طارق ألف غنية. انت مين؟ انا ما بسأل صوتك مش خرجوة الحين، شو مفتكر حالك رابح تخمين؟ بعرف انك طارق طارق ألف غنية. أوف أوف أوف. لولا الصافي جبنا له بده يعمل شيخ الكار، أسامة مفكر حاله أقوى من باخو موزار، أسامة مفكر حاله أقوى من باخو موزار. ميرسي كتير. ميرسي لكم، شكرا لكم.